طبعا الاستعداد بتاعتنا احنا بنستعد بشكل قوي جدا، عندنا الاجنده الدوليه اللي احنا موجودين فيها دي بنستعد عشان المباراه الرسميه باذن الله في شهر 10 القادم. بنحاول ان الولاد يتعلموا او ياخدوا فكر المدير الفني البرازيلي مستر ميكالي، بحيث ان هم يتعلموا فكره وفلسفته والطريقه اللي هو عايز يلعب بيها. وللامانه في مرونه شويه، عندنا طريقتين ثلاثه بنبدا نتحرك فيهم وبننفذ او بنحفظ الولاد الطرق دي، فيعني عاملين شغل كويس. المعسكر ماشي بشكل جيد جدا من حيث التدريبات والالتزام والنظام وكل حاجه، فنتمنى ان شاء الله باذن الله ان لما نوصل على شهر 10 الدنيا تبقى مختلفه والدنيا تبقى كويسه باذن الله. المفترض عندنا مباراتين في في في, في الشهر اللي احنا فيه او في المعسكر اللي احنا فيه، يعني هيتم التنويه عنهم في وقتها باذن الله. انما الحاجه الرسميه اللي عندنا هتبقى في شهر 10 باذن الله، وربنا يكرم ونعمل حاجه كويسه باذن الله. نتخطى الدور الاول، احنا كده كده معفيين من الدور التمهيدي، نتخطى الدور الاول في التصفيات المؤهله لافريقيا المؤهله للاولمبياد باذن الله. والله هو حضرتك كان بيجهزنا طبعا دايما، دايما كل يوم بيعمل لنا حاجه جديده وبيجهزنا طبعا على الهجوم، بيمرنا على الهجوم والدفاع وازاي ننقل الكره لقدام وازاي نرجع بعد فقدان الكوره، وشغال كويس جدا معانا. هو بصراحه مدرب محترم، فكره عالي وشغله باين، يعني هو راجل بطل اولمبياد قبل كده مع منتخب البرازيل، فاكيد يعني هو راجل احنا قدرنا نفهم بسرعه من اول يوم. يعني احنا بصراحه مش هكدب عليك، من اول يوم بصراحه فاهمين الشغل وبنترجم، وحتى هو قال لنا الكلام ده، قال لنا يعني انتوا بتترجموا الكلام بسرعه وبتفهموا بسرعه، والحمد لله، وان شاء الله نعمل حاجه كبيره لمنتخب مصر والبلد ان شاء الله. واحنا كلنا اصلا يعني تقريبا معظمنا كنا مع كابتن ربيع برضه في منتخب الشباب بتاع 2001، كنا مع كابتن ربيع نفس التيم تقريبا، هي حاجات بسيطه اللي زادت عليها، وانا كنت موجود معاهم حتى في كاس الامم اللي جالنا فيه كورونا والكلام ده، كنت انا برضو معاهم، فيعني كنا يعني مرتبطين جدا ببعض وقريبين جدا من بعض، والدنيا ماشيه كويس. وهنا المدرب لما جه بيقربنا من بعض اكتر وبيخلينا نشتغل من بعض وبنساعد بعض اكتر عامه، حتى في المعسكر يعني كلنا قلبنا على قلب بعض.